ليس سند مباشر كذا مباشر بدون سند. نعم فضل ما شاء الله. إذا كنا أقوياء هم يعني مباشرة ضعفاء. صحيح شيء؟ يعني ظهر الشيعيون أقوياء يعني لأننا ضعفاء. إذا كنا أقوياء هؤلاء مباشرة ضعفاء. هذا هو الحكم الكوني. سنن الله لا. سنن الله نعم. سنن الله في العالم. نحن أهل السنة. نمنا وأهملنا. هذا هو السبب. إخواننا في الأحواز لا نعلم عنهم 30 سنة يقتلون ويذبحون. الآن استيقظنا بعد أن زرعوا وقطفوا. بعد أن زرع الشيعة وقطفوا. سنن الله لا تحاب. الرسول لما هاجر إلى المدينة بعث قبل غزوة بدر في السنتين. بعث 40 سرية وبعثا. أولها أول سرية بقيادة عبد الله بن أبي جحش رضي الله عنه. يستطلع قريش أين هي لأنه يعرف أن قريش ستأتي. ما كان نائبا. 40 سرية حتى توجت بغزوة بدر التي كسرت ظهر المشركين وظهر المصطلح القرآني يوم التقى الجمعان. أصبح في جمع الأول جمع كفر بس في الجزيرة العربية كلها. ما غزوة بدر أصبح فيه جمع إيمان وجمع كفر. وما أنزلنا على عبدنا يوم التقى الجمعان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. أبو الأيتام ينشي معهدا كبيرا في السبان. نعم ومعهد كبير كذلك في سكبور. معهد كبير إن شاء الله في قارو. ما شاء الله. وأنا كالحكومة نريد أن نبني 30 معهدا. ما شاء الله. نعم. بالتوفيق. 30 معهدا ليس معهد واحد 30 معهدا. ما شاء الله. البلد لا يكون عبارة إلا إذا كان يمشي مع حكم الله. صحيح. طاعة الله إن شاء الله يكون بلد مبارك. جيد إن شاء الله. الآن يعني يوجد أكثر بركة من قبل إن شاء الله. صحيح. الآن يقرأ القرآن قبل التدريس قبل الدراسة في ابتدائية عامة ليس ابتدائية دينية ابتدائية عامة متوسطة عامة ثانوية عامة يقرأ القرآن قبل التدريس قبل الدراسة في الصباح. نعم وعادة يبنى مسجد في كل مدرسة. نعم الحمد لله. والآن نعطي منحة دراسية لمن حفظ القرآن. نعم إذا تحق بالجامعة من أول إلى الأخير إلى أن ينتهي من في دراسة في الجامعة مجانا. الحكومة تكلفت يعني بالمبالغ إن شاء الله الحمد لله. الآن نهيئ يعني 5000 منحة دراسية ل5000 طلبة طالبات. يحتاج الى 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 تزكيه طبعا. نعم لابد هذه مثلكم يعني ينظر انه يلتفت اليه. جاي لا باس نكتب يعني حاكم جوال الغربيه تفضل. الان كم طلاب من اندونيسيا ارسلوا الى ايران اخذوا منح دراسيه؟ لذلك طبعا نريد ان نتعاون مع الحكومه هنا في
طبعا منح الدراسيه في ايران مفتوحه طول العام. اي طبعا. اما رئيس دوله يلتقي مع رئيس دوله زاره هنا. أيوة. زاره هنا يعني جوكو بيدرو زاره هنا يلتقي مع الملك سلمان، ولكن ليس انه فكره للتبادل التعليمي، ليس هناك فكره، لذلك نريد ان نلتقي انا والملك طبعا المكلف. الان ايران يفتح 3000 منحه دراسيه من اندونيسيا الى ايران. كم تفتح السعوديه؟ السعوديه فقط كل سنه 3000 كل سنة. إيران إندونيسيا فقط 150 الآن جامعة المدينة جامعة الإسلامية 150 في جامعة أم القرى. نريد عن طريق يعني مشايخنا نطلب الملك أن يفتح يعني على الأقل يعني يتساوى مع إيران 3000 صحيح؟ إذا كان 3000 طلاب وطالبات من اندونيسيا يدرسون في دبا نعم على الاقل يعني سوا على الاقل سوا مع ايران.